شوي شوي على الجناط لا تكسر المواعيد. يا يبا مواعيد شنو احنا رايحين كشتة؟ يبا هذا ذكرى زواجنا شهر عسل. تعال تعال خل نروح الريسبشن. بنجور صباح الخير. بونجور ميشيل مسؤول المنتجع السياحي، تفضلوا كيف يخدمكم؟ ما شاء الله اللبنانيين ما احلى ما يا حلات كلامهم يا حلات شكلهم. اي والله ها شنو اي والله اقول تسنعي وثقلي وعيب الحكي هذا. ايش فيك ايش فيك ليه تبن عاد؟ ان شاء الله ما شاء الله يا مدام طالعه زي القمر يخزي العين. شوف شوف ما شوف شوف الذوق شوف ما شاء الله طالعه زي القمر. مو 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 انت تعالي يا الثوله وروح يا الثوله. شوف حتى لابس وكاشر احسن من فستان عرسك. تبيني اقول عند اجتازتك يوم هي تتزوجني؟ اقول لو سمحت في حدث عندكم ولا من تاكد؟ انا بدي اتاكد منكم الاول، هيدا الحجز لاولادكم؟ لا ما حزرت. اكيد لاحفادكم. لا يا حبيبي، يابا الحجز لنا باسمي انا مجبل ومعاي زوجتي وعمري وحياتي ورفيقه الدرب. ايه هذا الكلام الزين، شوف كيف الجاذبيه الكلام، تعلم الكلام الحلو من اللبنانيين.